السلام عليكم قبل عام من اليوم اغتيل أمجد عبد الرحمن على خلفية أراء وأفكار كان يكتبها على صفحته في الفيسبوك بعد مقتله منع المتطرفون أسرة أمجد من مواراة جثمانه الثرى في المقبرة الاعتيادية بالمدينة وأجبروا الأسرة على دفن جثمانه خارجها وحذروا السكان من الصلاة عليه أو المشاركة في تشييعه القضية لم تمت ولم تمت المطالبات بتقديم القتل إلى العدالة فقد أحيا ناشطون في العاصمة المؤقتة عدن الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط أمجد عبد الرحمن. كانت أصابع الاتهام تشير لقيادي متطرف في قوات الحزام الأمني العامل بالوكالة عن دولة الإمارات. تتوزع الجريمة بين قتلة يحتمون بسلطة تنفذ أجندة متطرفة قامت بتوظيف جماعات وأفراد على أساس تبادل خدمات مشتركة. هي تمنحهم شرعية الوجود وهم ينفذون مطالبها على الأرض. السؤال الاهم اليوم وبعد مرور سنه على مقتله اين وصلت قضيه امجد وغيره ممن تم استهدافهم على خلفيه اراء وقضايا فكريه؟ اذا كان ما يحدث تحت سمع وبصر التحالف وبتواطؤ من بعض اطرافه الا يعد بذلك شريكا بتصفيه الاصوات المختلفه والمعارضه؟ ثم اين موقف الحكومه حتى اللحظه؟ هل تم الدفع بالمحاكم والنيابات للتحقيق في قضيه امجد؟ وبقية من تم تصفيتهم على أساس الاختلاف في الرأي والفكر والمذهب وما دور المجتمع بهذه القضايا؟ كيف يتعامل مع مثل هذه القضايا بغياب الدولة؟ مشاهدينا الكرام حول هذه التناولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة نبدأ النقاش بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير الذي حدث في اعتقادي انه انه مر عام منذ اطفئت شمعه امجد عبد الرحمن في عدن عام مر ثقيلا على اهله ومحبيه وسريعا على قتلته الذين ما زالوا طلقاء على مرأى ومسمع من الجميع. رحل امجد عبد الرحمن ضحيه الكلمه المختلفه والفكره الحره. طالته ايادي الارهاب والتطرف قبيل فجر الخامس عشر من مايو 2017 وهو في مقهى للانترنت في حي الشيخ عثمان. إنجد حزني الذي لا ينتهي ولن ينتهي. أمجد شهيد الحرية وثقافة التنوير جريمة مقتل أمجد هزت مدينة عدن بأكملها بل هزت الأوساط الحقوقية والثقافية داخل وخارج اليمن باعتباره ضحية اختلاف في الرأي تم التحريض عليه وعلى أمثاله من قبل خطاب فكري متطرف وأياد إجرامية نافذة ومحمية بعد مقتل أمجد قام المتهمون بالجريمة بمنع أسرته من دفنه متهمين اياه بالكفر والالحاد وزاعمين انه لا يصح دفنه في مقابر المسلمين تشير اصابع الاتهام الى قيادات عسكريه لا تزال تمارس عملها حتى الان بدعم من دول تحالف المسيطره على عدن لم يكن امجد اول ضحيه لافكاره في عدن قبله باشهر تم التصفيه الشاب عمر بطويل الذي اتهم ايضا بتهم متطرفه بالتزامن مع بث خطاب فكري يرهب كل من يرفض هذه الجريمه او يستنكرها بالامس احيا مجموعه رفاق امجد عبد الرحمن الذكرى الاولى لاغتياله مذكرين بان الجريمه لم تجد طريقها الى القضاء رغم ان السلطات القضائيه قد بدات ممارسه اعمالها في عدن منذ فتره فلا الاجهزه القضائيه نظرت في القضيه ولا الحكومة أولتها اهتماما خاصا باعتبارها قضية خطيرة تمس الحقوق العامة للمجتمع شهداء الرأي الآخر الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحقهم في ممارسة حرية الفكر لم يسقطوا في عدم فقط ففي تعز قتل قبل أسابيع الخطيب عمر دوكم الذي عرف بأفكاره التنويرية المعتدلة والوسطية لم يعرف اليمنيون هذه الوحشية في التعامل مع المخالف الا منذ ان مكن الخطاب المتطرف من السلاح والقوه والغريب ان هذه الجماعات تتلقى دعما من دول التحالف التي ترفع دائما لافتات مكافحه الارهاب فهل هناك فرق بين رعايه الارهاب وبين مكافحته ام ان الامر يخضع برمته للمزاج السياسي وحسابات الربح والخساره جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني كما ارحب بمن تنضم الينا من او عبر سكايب من عدن عفوا عبر الدي ال من عدن رئيسه مؤسسه الدفاع للحقوق والحريات الاستاذه هدى الصراري اهلا بك يا استاذه هدى اهلا وسهلا فيكم حياكم الله استاذه هدى اذا عام على حادثة اغتيال الناشط امجد عبد الرحمن على خلفيه اراء وكذلك افكار وكذلك مواقف اليوم أمجد بات قضية لشريحة واسعة من اليمنيين باعتبارها قضية قيمة وإنسانية ما الذي تجديه أنت اليوم في الذكرى الأولى لاستشهاده؟ طبعا بمرور الذكرى الأولى لمقتل أمجد عبد الرحمن نعزي أنفسنا كنشطاء حقوق إنسان ونعزي أيضا دوي الضحية أمجد عبد الرحمن ونطالب السلطات بالتحقيق في مقتل أمجد عبد الرحمن كما نطالب المجتمع المدني القيام بدوره تجاه هؤلاء الضحايا الذين باتوا ليس يعني يخص دويهم فقط إنما يخص مدنية عدن وأم من وسلام عدن وسلمها الاجتماعي أمجد عبد الرحمن لمن يعرفه لم يكن فقط ناشط شبابي وإنما كان يحمل أفكار ثقافية وتنويرية تعني فئة الشباب الذي كان يحمل عمرهم أمجد عبد الرحمن لم يكن شخص أو شاب عادي إنما كان شاب مثقف كان طالب في كلية الحقوق كان رئيس نادي الناصية الذي كان يحمل أفكار تنويرية وثقافيه، كان يهتم ايضا بالقراءة وبالافكار الثقافية، كان عضو في او رئيس القطاع الشبابي في الحزب الاشتراكي اليمني، كان لديه عدة نشاطات ولهذا هم استهدفوا امجد عبد الرحمن كي يستهدفوا فئة الشباب الذين يحملون هذه الافكار والذين يعدون شريحة تنويرية تحمل الافكار التي تتميز بمدنية محافظة عدن. طيب الآن يعني بعد مرور عام تحدثت على أنه تطالبين السلطات بالتحقيق يعني بحسب علمك هل كانت هناك جهود في ذلك أين وصلت قضية اغتيال أمجد وغير أمجد أيضا كان هناك عمر باطويل هناك الكثير ممن تم اغتيالهم في الفترات الماضية سواء في عدن أو في أماكن أخرى للاسف حتى يومنا هذا لم تحقق السلطات الامنيه في اي جريمه قتل حدثت في عدن إذا جئنا نتتبع الجرائم التي صارت في محافظة عدن وتنوع الضحايا كانوا في أعلى سلطة الهرم في محافظة عدن بداية من مقتل محافظ محافظة عدن اللواء جعفر سعد مرورا بقادة المقاومة مرورا أيضا بقادة عسكريين وأمنيين في محافظة عدن وأيضا استهداف شباب تنويريين ثقافيين في المحافظة حتى الآن لم تح حقق الجهات الأمنية أو الضبطية أو القضائية في أي جريمة آه تمت في محافظة عدن ولم تتتبع خيوط الجريمة ولم تلقى القبض على أي من المتهمين آه بدليل أنه لم يحيل أي من المتهمين إلى النيابة ولم تعلن حتى السلطات القضائية آه عن إحالة هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة وعرضهم على القضاء <applause> طيب هل يعني عندما نتحدث عن <applause> القضاء وكذلك عن الأجهزة الأمنية هل يمكن القول الآن أنه في عدن هناك بيئة أو بنية تحتية جاهزة هل هناك قضاء هل السلطات القضائية تعمل بشكل مناسب لبدء في مثل هكذا قضايا طبعا السلطه القضائيه بكافه درجاتها حاليا تعمل هناك المحاكم تشتغل لكن بدايه لا نحمل السلطه القضائيه كل هذه العقبات انما نبدا من الاجهزه الضبطيه بدايه باقسام الشرط مرورا بالنيابه باداره البحث الجنائي وننتهي بالسلطه القضائيه، السلطه القضائيه لن تحقق في اي جريمه ما لم تكن هناك اولويات واجراءات قانونيه صحيحه، جمع محاضر جمع استدلالات، محاضر في النيابه، القبض على المتهمين واستدعائهم، عرضهم على المحاكمه ويتم التحقيق معهم و نيل عقابهم لكن السلطات القضائية هي الآن تعمل وبكافة درجاتها أيضا القضاء الجنائي أيضا يعمل وبكافة درجاته لكن للأسف هناك خلل في أجهزة الشرطة في تعقب الجنات في التحقيق إدارة البحث الجنائي في تعقب جمع الاستدلالات التكنيك الجنائي كل هذه الأمور ما زالت متوقفة في عدن لا تعمل بدليل أنه مرت عدة جرائم اغتيال ولم يحقق أو أو حتى يتم البحث أو جمع استدلال وراء هذه الجرائم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذة هدى أرحب بمحمد عبد الرحمن والد الشهيد أمجد عبد الرحمن الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن أهلا بك سيد محمد أهلا وسهلا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إذا سيد محمد عام مضى على اغتيال ولدكم امجد بكل تاكيد من الصعوبه بمكان استرجاع مثل هكذا ذكرى لكن عاده ما يكون تحقيق العداله فيه نوع من العزاء لاسر الضحايا اين وصلت قضيه محمد بحسب علمكم؟ اولا شكرا لكم ولقناه الجزيره على اهتمامها وتفاعلها مع هذه القضيه قضيه الشهيد امجد وتكريسها لهذا البرنامج ذكرى سنويه امجد مرت على ما قلت على جريمه اغتياله البشعه عام كامل حتى الان نحن لا ندري او يكاد الامر يعني حتى الان لم تعمل السلطات المختصه في يعني اعاده القضاء الامنيه والقضائيه على تعقب وكشف واعتقال البنات وتحقيق معاهم ومحاكمتهم كشف تفاصيل هذه الجريمه على الرأي العام كما طالبنا وطالب الكثير من المجتمع المدني وحق المجتمع المدني وحقوق الانسان ولا زالت تطالب. قضيه العداله يعني بالنسبه لنا هي جزء من من الكل. يعني انا كأب لأمجادي يهمني يعني ايضا تحقيق العداله والقصاص من القتله لأن ذلك يشكل رادع سكر رادع العقوبه والقصاص يشكل رادع لل لمن ارتكب الجريمه لكن الاكثر اهميه بالنسبه لي هو كوني كناشط مدني وكناشط حقوقي هو ان يتم معالجه كافه الاسباب التي ادت الى ان امجد يقتل وغير امجد يقتل على مجرد افكارهم وارائهم وقناعاتهم ونشاطاتهم المدنيه السلميه. طيب يعني وأنت الآن تتحدث لقناة بلقيس وعبر هذا المنبر أستاذ محمد ما هي الرسالة التي توجهها للسلطات الأمنية بخصوص العمل على قضية ابنكم وكذلك على القضايا الأخرى المشابهة لها التي ربما حدثت أيضا في عدن؟ بعد بعد قبل مقتل أمجاد حصلت ايضا مقتل عمر طويل وبعد مقتل امجد ايضا حصلت مقتل كثير من الناشطين وائمه المساجد في عدن وكل القضايا حتى الان لم ن... تكشف السلطات الامنيه والقضائيه عن الجهه التي ارتكبتها او تب... او نعرف او ندرك او نسمع بان هناك من تم القبض عليهم والتحقيق معهم في هذه القضيه ما ما يهمنا هو انه لابد من حمايه حياه الناس وحرياتهم يعني واجبات السلطه وواجبات الامنيه والسبب الاساسي لشرعيه ومشروعيه وجودها هي حمايه الحق في الحياه. واذا لم تستطع اي حمايه الحق في الحياه فهي تفتقد شرعيتها ونبرر وجودها. نحن نطالب ونكرر على ضبط الامن وتعقب البناء وحمايه حياه الناس وحمايتهم آه. وحقوقهم كابسط التزامات الدوله والسلطات المتسطع اتجاه حياه إتجاه هذه القضايا. في الذكرى الأولى أستاذ محمد ل يعني وفاة أمجد كيف تعامل المجتمع منذ أن يعني بدأت قضيته إلى الآن لنقول كيف تعامل المجتمع في عدن مع ما حدث لأمجد؟ المجتمع منذ اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال كان متفاعلا جدا سواء من خلال وسائل الإعلام سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الزيارات والمتكرر استمرت في عشرة في عشرة في أيام للبيت من النساء والرجال لتقديم واجب العزاء وكذلك من خلال الخيمة العزاء التي قمناها لمدة ثلاثة أيام ومن خلال الكتابات والحديث مع من خلال الأخرى والمناشدات وأخيرا تم تشكيل بعدم هيئة وطنية لمناصرة ضحايا التطرفية والإرهاب الفكري والسياسي أمجد عبد الرحمن من المجتمع في عدم يعيش لا يمكن يعني المجتمع في عدم مجتمع متعدد ومتنوع ومتسد دائما في السلميه والقبول بالاخر ما تم مؤخرا هي ربما سحاب سيطره عابره والمطلوب اكثر من المجتمع المدني ان يكون اكثر تعاضدا وتضامنا ومناصره لقضيه واللي ولكافه الضحايا التطرفي والارهاب في عدن أشكرك أستاذ محمد عبد الرحمن والد شهيد أمجد كنت معنا عبر الهاتف من عدم بالعودة إليك أستاذ هدى بالتزامن مع هذه الذكرى الأولى لاستشهاد أمجد كان هناك إعلان عن إنشاء رابطة ذوي ضحايا الاغتيالات في عدن لو تعطينا أو تضع المشاهد في تفاصيل أكثر حول ما الغرض من هذه الرابطة وكذلك ما أبرز الأنشطة المتوقعة منها طبعا اليوم تم اعلان رابطه مناصره ضحايا الاغتيالات ودويهم حقيقه نحن راينا ان على مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني بصفه عامه ان تحرك المياه الراكده باتجاه الكشف عن الجنات الذين قاموا بجريمه الاغتيالات في محافظه عدن لانه اذا تتبعنا خيوط الجريمه ومسيره الاغتيالات منذ بدايتها منذ تحرير محافظه عدن وحتى يومنا هذا نلاحظ ان الهدف هي جريمه منظمه اولا ثانيا الهدف ليس الاشخاص انفسهم وانما استهداف مدنيه عدن تنوعها الفكري تنوعها الثقافي استهداف لفئه الشباب للدعاه ائمه المساجد العناصر من المقاومه الامنيين الذين يشكلون رافد لمحافظه عدن وتنوعها الفكري والثقافي والتنويري هذا بالاضافه الى ان اختلال السلطات كانت الامنيه او الضبطيه بالكشف عن الجنات ساعد ايضا في تمادي الجنات في ارتكاب المزيد من الـ 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 الاغتيالات الى جانب ان تقاعس منظمات المجتمع المدني وتقاعس ايضا اجهزه الاعلام المحايده التي تتكلم عن الضحايا بصفه خاصه وانتهاك حقهم في الحياه وانتهاك الحق في الامن وبالتالي انتهاك الحريات والعيش بسلام ضرب السلم الاجتماعي في محافظة عدن كل ذلك أدى بنا إلى التفكير بأن ننشئ أو نعلن عن رابطة لمناصرة دوي ضحايا أو ضحايا الاغتيالات أولا يجب على السلطات الأمنية القيام بواجبها ومباشرة التحقيقات في جرائم الاغتيالات التي صارت في محافظة عدن منذ 2015 حتى يومنا هذا تتبع خيوط الجريمة تتبع الجنات بغض النظر من هم الجنات. لكن نحن أمام جريمة منظمة تحدث في محافظة عدن، علينا اليوم الوقوف أمامها بمسؤولية، أكنا ناشطين مجتمع مدني أو مؤسسة إعلامية أو مؤسسات قضائية أو حتى أمنية. الهدف من الاعلان عن رابطه عن رابطه مناصره ضحايا الاغتيالات ودويهم اولا التوجه الى السلطات الامنيه بمباشره التحقيق وايضا الضغط عليها بتتبع الجنات وتتبع خيوط الجريمه وجمع الاستدلالات والقيام بواجبها حمايه للمواطن بموجب الاتفاقيات الدوليه وكذلك القانون القوانين الوطنيه والدستور اليمني كذلك ايضا على منظمة المجتمع المدني في عدن الخروج عن صمتها والقيام بحراك مجتمعي شامل حتى تضغط على كافة الجهات كانت الدولة أو حتى التحالف بما أنه هو المسؤول الأول والأخير على أمن عدن أيضا هناك مشكلة حقيقية تعاني منها محافظة عدن وهي ازدواج الأجهزة الأمنية فيها أدى أيضا إلى تضارب العمل فيها وبالتالي كل جهاز يرمي مهامه على الاخر فيجب علينا ايضا منادات الحكومه او الدوله بتوحيد الاجهزه الامنيه تحت مظله وزاره الداخليه لان هي الوحيده المخوله بحمايه حقوق الانسان ثانيا على الاعلام ايضا القيام بواجبه المهني المحايد بمناصرة ذوي الضحايا وتوعيتهم بالخروج عن صمتهم والاستجابه للاستجابه الى الحقوقيين بأخذ إفاداتهم رفع شكاوى للأمن أيضا التحرك إلى الجهات الأمنية. لأنه حتى يومنا هذا لا يوجد دوي ضحية أغتيل قد توجه إلى السلطات الأمنية لمباشرة التحقيقات أو الإشراف على التحقيقات. أو حتى توكيل محامين وحقوقيين. تتحدثين عن نقطة مهمة أستاذ حقيقة تتحدثين عن نقطة مهمة الآن. كيف لم لم يذهب أسر أو لا. ذوي الضحايا إلى السلطات الأمنية، إذا يعني على أي أساس يتم التحقيق وفقاً أولاً يجب على الأمن حتى من غير توجيه أي بلاغ من ذوي الضحايا على الأمن القيام بهممته، بما أنه جريمة الاغتيالات هذا تمس الأمن والنظام العام في محافظة عدن، هذا أولاً الشيء الثاني على ذوي ضحايا الاغتيالات متابعة أمر التحقيقات متابعة الكشف عن الجنات ما هي المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تتبع خيوط الجريمة لماذا لا يقومون إذا يعني هل إلى أن وصلت الإجراءات القانونية هل, الخاصة هل عرفت أسباب عدم ذهاب ذوي ال ال الضحايا إلى السلطات الأمنية ومتابعة لماذا لا يقومون بكل ما تفضلت به أولاً، لا توجد جهة أمنية تقوم بحماية دوي الضحايا، هذا شيء. الشيء الثاني قد يتعرضون إلى الـ الـ قد يتعرضون إلى مضايقات، قد ربما إلى تهديدات أو إلى حتى انتقام من ذويهم. فلذا هم تقوقعوا على أنفسهم، وفضلوا السكوت والاكتفاء بما حدث. على آه لهذا نحن قمنا آه اليوم آه في بورشة العمل التي قامت بها مؤسسة دفاع للحقوق والحريات بتوجيه الدعوة إلى دوية آه إلى دوية الضحايا آه للتكلم والخروج إلى أجهزة الإعلام ومنظمة المجتمع المدني والضغط عليها آه بمباشرة آه أيضا التحقيقات وكانت هناك مقدمة ورقة أمنية مهمة جدا آه خرجت بتوصيات آه ممتازة للجهات الأمنية بالقيام بالتحقيقات والقيام بدورها في الكشف عن الجنات ايضا كانت هناك مقدمه ورقة من منظمات المجتمع المدني ومن الاعلام عن القيام بدورهم تجاه دويه الضحايا ايضا احداث حراك مجتمعي تجاه الجرائم التي تحدث في محافظه عدن لان الهدف منها هو ضرب المدنيه التي تتميز بها والتنوع الثقافي والفكري التي يتميز به او تتميز بها محافظه عدن آه ولهذا كان الهدف من إنشاء رابطة دوي ضحايا الاغتيالات هو إحداث حراك مجتمعي آه بمعية الضحا دوي الضحايا بأن آه الضغط على الجهات الأمنية على آه منظمات المجتمع المدني على الإعلام للقيام كلا أن يقف أمام مسؤولية آه يعني يضلع بها تجاه ما يحدث في محافظة عدن آه من انتشار لأنه الآن نحن علينا يعني التحدث بنوع من الـ الـ المكاشفه هي الان صارت ظاهره في محافظه عدن لا ننكر هذا والظاهره تحتاج الى تحديد المشكله ومن ثم احلها فلهذا يجب علينا ايضا يعني الضغط على هذه الاجهزه للقيام بواجبها وتحديد من هم الجنات وتتبع الجنات واحالتهم للقضاء والتحقيق لنيل جزائهم العادل استاذه هدى الان يعني عندما تتحدث عن ضرورة أن يتقدم ذوي الضحايا بالإفادة للسلطات الأمنية ومتابعة هذه السلطات هناك دائما تساؤل حول من سيحميهم في نهاية المطاف إذا كانت هذه مخاوفهم من استهدافهم ومن التهديد كيف يمكن للمجتمع في هذه الحالة إيجاد نوع من الضمان لهؤلاء الأسر بحيث لا يفقدوهم أيضا حياتهم بعد أن فقدها أولادهم طبعا الجنات لا يمكنهم من قتل المجتمع باكمله هذا اولا علينا ان نضع هذه الحقيقه امام اعيننا التحلي ببعض الشجاعه والمكاشفه يجب الان ان نقف بمسؤوليه تجاه ما يحدث في محافظه عدن حقيقة هناك نوع من التقصير من قبل الأجهزة الضبطية أو الأمن في محافظة عدن نتيجة أو أزاء ما يحدث للضحايا أنفسهم ودويهم عليهم أيضا أقسام الشراط عليها أيضا غربلة الجنود اللي فيها الخبرات الأمنية أيضا القيام بواجبها لحماية المواطن طبعا الأجهزة الضبطية هي مراحل اولا قسم الشرطه ثانيا النيابه اداره البحث الجنائي ومن ثم إدارة أمن عدن، وبعدين القضاء والتحقيقات التي تجري، فكل مرحلة من هذه المراحل علينا أولا أن تقوم بمهامها بما يلزم حماية للأمن العام والنظام العام والمواطن أيضا، عندما يشعر المواطن أنه في أمان وأنه في قسم شرطة يتحرك أزاء البلاغ الذي يتقدم به سوف يشعر بالأمن والأمان ويتحلى حتى بالشجاعة ويتقدم بالبلاغات، لكن أنه لما يجي مواطن يتقدم ببلاغ لما يحدث من اختلال امني في المحافظه او جريمه اغتيال ويتم القبض على المبلغ او على الضحيه ويترك الجنات طبعا المواطن سوف ينسحب ولا يتم استلام بلاغات الى مراكز اقسام الشرط ايضا الكفاءات الموجوده في مراكز اقسام الشرط العاملين في مراكز اقسام الشرط لا توجد لديهم التدريبات او رفع قدرات بكيفيه التعامل مع المواطنين وكيفيه التعامل مع بلاغ المواطن علينا ايضا التوجه الى اداره الامن لاقامه المزيد من التدريبات في مجال حقوق الانسان، في مجال كيفيه استلام البلاغات وكيفيه التعامل مع بلاغات المواطن، حمايه المواطن وتشكيل حتى مجموعات في الاحياء الشعبيه، في الاماكن ايضا تعاون المواطن مع الاجهزه الضبطيه واقسام الشرط باستلام البلاغات والقيام ايضا ب بالبلاغات او التبليغ على اي مظاهر مخله بالامن هذا مهم جدا مساله انتشار السلاح في محافظه عدن زادت عن حدها، ايضا يجب على اداره الامن الحد من انتشار السلاح في محافظه عدن، الان الكل في المحافظه مسلح، الكل يحمل السلاح، مش فقط السلاح البسيط انما حتى السلاح الثقيل وهذه بكل تاكيد ظاهره, ظاهرة ربما ستدفع الكثير يعني زياده الايغال في فعلت. تجاوز القانون، اشكرك استاذه هدى الصراري رئيس منظمه او مؤسسه الدفاع للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من عدن مشاهدينا الكرام ارحب الان بمن ينضم الينا ايضا من عدن الخبير العسكري العميد محمد جواس اهلا بك سياده العميد. اهلا وسهلا فيك حياكم الله سياده العميد اذا كنتم انتم اليوم في يعني الاعلان عن انشاء رابطه ذوي ضحايا الاغتيالات في عدن كان هناك ورقه قدمتها تناولت الجانب الامني وكان هناك عدد من التوصيات او الاهداف التي ذكرتها في الورقه هل اعطيتنا ابرز هذه النقاط فيما يتعلق بمساله الاغتيالات التي تحدث في عدن. بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلي المشاهدين الكرام اهلا وسهلا كانت ورقه العمل المقدمه اليوم من في في مؤسسة الدفاع عن الحقوق والحريات بخصوص يعني ضحايا الاغتيالات كانت تتكلم حول كيفية. كيفية يعني لماذا تحدث هذه الاغتيالات دراسة هذه الظاهرة دراسه علميه من جميع الاتجاهات لأن هذه المساله هي اصلا جاءت في وضع عباره عن تداعيات حرب. هذه هذه الامور نشات بسبب تداعيات حرب ما بعد الحرب ولهذا كانت ورقه العمل بخصوص دور الاجهزه الامنيه المختلفه تجاه هذه الظاهرة طيب. هنا إذا يأتي و... السؤال ما هو هذا الدور أه... ولماذا إذا تستمر الاغتيالات بهذا الشكل نعم آه... ال... نحن في الأساس وضعنا الأمني وقل وضع ناشئ عن تداعية حرب وبالتالي نحن في هذه الحرب وهذا الانقلاب ورثنا يعني مؤسسات دولة محطمة بما فيها المؤسسات الأمنية محطمة من حيث كادرها القانوني والفني والتقني وايضا هناك فقدان تام بالارشيف المعلوماتي الامني ولهذا تجاه هذه الظروف هناك حدثت هذه الاغتيالات آه يعني ادى ذلك ادى ذلك الى خلل في الوضع الامني بشكل عام وايضا هناك تداعيات حرب معروفه مدروسه كل العالم هي معروفه وللعلم هذه التداعيات بالنسبه لعدن يعني تعتبر يعني حجم يعني اصغر من بعض تجارب في العالم خرجت من حروب اهليه مثل هذا وقدمنا في الورقه العمليه او دور شرحنا دور ما هو متطلبات الثورة الاجهزه الامنيه المختلفه طيب ساعت. تحدثتم عن استراتيجيات مستوى متخصصه مستوى مستوى بالتنسيق هذه لا تشمل يعني فقط نوعيه معينه هي موجات يعني تظل فتره مهو. معينه تكون الاغتيالات للعسكريين فتره معينه الاغتيالات لشباب ذو راي خاص مثل امجد وعمر طويل ايضا هناك ائمه المساجد إذا هناك أنماط لهذه العمليات سيادة العميد لكن تحدثتم أنتم إلى وضع اهمية وضع استراتيجيات متخصصة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لو حدثتنا بشكل أخير حول هذه النقطة باختصار لو سمحت الأجهزة المختلفة قدمنا توصيات للأجهزة الأمنية المختلفة لدراسة هذه الظاهرة دراسة من هو المستهدف مثلا من هو المستهدف؟ التوقيت، الاسلحه المستخدمه، الطريقه، الاسلوب، نوعيه هؤلاء الناس المستهدفين، انتماءاتهم السياسيه، انتماءاتهم الحزبيه ولهذا الدراسه الشامله لهذه الظاهره تنتج عنها وضع استراتيجيات معينه لمكافحه هذه الظاهره في الوقت الحالي وضع استراتيجيات ايضا للحد منها وانهاها في المستقبل ووجهنا بخصوص بعض المهام التي يجب ان تفعل في الاجهزه الامنيه مثل جهاز الامن السياسي والامن القومي فهي اجهزه ليست فقط مكافحه الارهاب او التواصل مع الولايات المتحده الامريكيه او التعاون الخارجي لمحاربة محاربه الارهابيه هذا جزئيه معينه لكن هناك مهام كثيرة لجهاز تجاه المواطن اليمني القومي فيها تقييم الحاله م. وتقييم الحاله الامنيه بشكل عام وتقييم المعالجات وعاده هذه الاجهزه تخضع لرئيس الجمهوريه بشكل عام ولهذا هذه الظاهره تشكل امن قومي امن قومي مجتمع يهدد المجتمع بشكل عام ولهذا لا بد من وضع الحلول العاجله وفقا للإمكانية المتوفره الحاليه والتصرف ويمكن ذلك الا اننا نرى ان هذه الاجهزه لا تعمل حتى بقدرتها بما يعادل حتى 20% من قدرتها هناك يعني ضعف شديد وهذا الامر يسبب هذه الظواهر الخطيره التي تؤثر على الامن القومي للبلد بشكل عام. اشكرك سياده العميد محمد جواس الخبير العسكري كنت معنا عبر الهاتف من عدن ارحب بمن ينضم الينا الان عبر الاقمار الصناعيه ايضا الامام والخطيب ممدوح عبد الخالق اهلا بك سيد ممدوح. اهلا بك اخي الكريم. اهلا وسهلا اذا اليوم الذكرى الاولى لاغتيال امجد عبد الرحمن شاب ناشط له اراء فكريه هي قضيه تقودنا الى عدد من المستهدفين ايضا من عمليات الاغتيال في تعز كان هنا قبل فتره اغتيال الشهيد عمر دوكم ما هي اسباب حدوث هذه الاغتيالات التي لا يبدو انها فقط تستهدف شباب او يعني اما وخطباء هناك حالة من الاستهداف العام ليس هناك نمط معين كما يبدو هو نحن نعلم جميعا أننا في اليمن نعيش مرحلة ثورة ما بعد الثورة تحاول الثورات المضادة أن تجعلنا نعود الى العهد الماضي والى الترحم على العهد السابق هذه الحاله التي يراد صنعها من حاله الفوضى والقتل والاجرام الممنهج تعاني منها تعز وتعاني منها المحافظات المحرره بالذات حتى يقال ان ما ذهبتم اليه ليس افضل مما تخلصتم منه طيب هل يمكن وهي نعم محاوله لتقويض الدوله نعم بهذا الحديث عن الدوله اذا هل مساله غياب الدوله هي المؤثر الاكبر فيما يتعلق بتنامي التطرف نعم نعم هو السبب الابرز غياب الدوله نحن نعاني بالذات في تعز من تقويض لمؤسسات الدوله ومحاوله تعطيلها فالاجهزه الامنيه عندنا في تعز لا تجد حقها من الدعم لا تجد حقها من التمويل من التذخير من السلاح ولذلك تنزل الى الميدان باداء هش كما ان لدينا بعض الريبه في بعض النوايا في اداء المؤسسات الامنيه فعلى سبيل المثال الحمله الامنيه التي انطلقت في محافظه تعز وكان أبناء تعز عن بكرة أبيهم يقفون خلفها داعمين ومساندين فجأة تأتي الأوامر بتوقيفها بعد ضغوط ثم تتدخل الوساطات ثم يتم بعد ذلك تسليم المؤسسات التي أخذت وكانت تحت سيطرة جماعات معينة لتسلم من القاتل إليه لكن بلباس رسمي ولباس الدولة <applause> طيب يعني انت تقصد ان هناك نوع من التسييس لهذه العمليات بعد حدوث الاغتيال. هناك نوع من التسييس بعد حدوث الاغتيال وهذا واضح حتى من خلال تعاطي بعض الحزبيين والسياسيين مع هذه الحوادث تعاطي بعيد عن المصلحه الوطنيه بعيد عن المنهج العقلي تعاطي بعيد عن مصلحه المدينه نفسها. نحن نعاني من ممكن صغار عند بعض السياسيين الذين انشغلوا باحقادهم الماضويه وارادوا ان يسقطوها على واقع المدينه التي لا تتحمل لا يتحمل وضعها مثل هذه الخلافات وينبغي للجميع ان يتسامى فوق خلافاته الشخصيه وانتماءاته الحزبيه الى المصلحه العامه للوطن والمواطن فما بعد هذه المرحلة إذا إن شاء الله خرج الوطن من هذه المأساة التي نعيشها سيكون الجمهور والشعب هو الحكم في اختياراتهم لمن يمثلهم في سلطات الدولة في برلماناتها في مؤسساتها ولا ينبغي أن تستخدم دماء الناس وسيلة وورقة للعبث وللي أذرع بعض السياسيين وبعضهم البعض طيب سيد ممدوح يعني انت يعني اذا ما تعرفنا برايك عن الوسائل التي تزيد من تقبل او من وجود من, من اقناع اطراف معينه بان تقوم بعمليات الاختيال لفرض ارائها او لمواجهه خصومها ما هي اسباب ذلك وما هي الوسائل التي يتبعها من يجد في الاغتيال وسيلة يعني التخلص من خصومه نحن نعاني أخي الكريم من مصيبتين اثنتين في الأوطان العربية والإسلامية في جانب السياسة عندنا مشكلة الاستبداد وفي جانب التربية مشكلة الوصاية الوصاية التي يمارسها بعض المتدينين بعض من يحملون الخطاب الديني على الناس ويريدون قولبتهم في قالب معين على أنه هو الإسلام وان ما سواه باطل وضلال هذا يجعل كثير من الاتباع ادوات للقتل الممنهج حينما يقنعون بان هذا وسيله الى الجنه نحن نجد ان كثير من هؤلاء الذين ذهبوا لقتل ائمه مساجد كما قتل الشهيد اليوم محمد الذبحاني محمد رحمه الله. الله عليه وهو ذاهب لاداء الصلاه ونحن هنا نتقدم بالتعزيه لمحبيه ولذويه ولاهله كما يفعل هؤلاء وهم يظنون في بعض الاحيان انهم على على خير وانهم يذهبون الى الله سبحانه وتعالى والى مرضاته وهم يقتلون مسلما يؤم الناس في صلاتهم في مساجد المسلمين في هذه المدينه. نعم، طيب الان عندما نتحدث عن الاستبداد ال والوصايه كنوعين في الوطن العربي مما يحرض على الناس أو يتسبب في زيادة حالات الاغتيال هل هناك من اقتراحات لديكم حول الطريقة التي يمكن فيها مواجهة هكذا أفكار وهكذا محرضين لعمليات الاغتيال والتخلص من الخصوم عبر القتل نحن في المقام الأول ندعو أولا السلطة المحلية في هذه المدينة إلى القيام بمسؤولياتها والا يتحول مؤسسوها او قادتها الى مفسبكين او ناشطين غايه جهدهم ان يكتبوا المنشورات وينددوا بما يحصل. هم قاده وهم مسؤولون عن دماء الناس، مطلوب منهم مواقف، مطلوب منهم ان ان يقوموا بمسؤولياتهم في حمايه هؤلاء الناس فهم في ذمتهم. هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه، نحن نتعامل مع المشكله بمنظومتها الشامله. ينبغي ان يكون للعلماء دور في بيان حقائق هذه الافعال وحقائق من يقفون خلفها وعق وعاقبه الكلمه المتفلته التي لا تضبط بميزان الشرع وتؤدي بهؤلاء الناس الى ان يتحولوا الى قتله يؤذون المسلمين ويفعلون الافاعيل التي لا يرضاها الله عز وجل ولا رسوله ثم ان يتحول الاعلام ايضا الى وسيله لتعزيز المؤسسات والمؤسسيه وللعمل ايضا على تعزيز الوسائل المدنيه نحن اليوم ننصدم حينما نجد بعض الاعلاميين يتحول من عدو للنشاط السياسي المدني للاحزاب السياسيه ومناصر لجماعات ملشنه نكايه او مناكفه بجهه او اخرى نحن نعاني كثيرا من انفسنا لن نستطيع ان نتجاوز هذه المشكلات ما لم يكن هناك مراجعه لخطابنا الاعلامي لخطابنا السياسي لادواتنا الامنيه وتفعيلها لنقاش مشكلاتنا البينيه فيما بيننا وللخروج بصيغه توافقيه في هذه المدينه بالذات التي للاسف نالها كثير من تجاهل الشرعيه وايضا جنى عليها بعض الاختلاف الداخلي بين ابنائها وبين فصائلها ومكوناتها المختلفه التي لم تتجاوز الماضي ولم تستطع ان تنتقل الى مستقبلها والى حاضرها بالطريقه التي ينبغي ان تكون عليها. طيب من وجهه نظرك سيد ممدوح كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كيف يمكن الوصول الى صيغه من التوافق او الاتفاق على معايير معينه في التخاصم او التراشق او تبادل الاراء في سياق المدينه الواحده على الاقل اذا كنا نتحدث عن تعز نحن نستطيع ذلك اذا مثل كل طرف سياسي العقلاء فيه نحن اشكالياتنا انه عند الخصومات يبرز الحمقى ليتحدثوا باسم الجميع نحن نريد ان يبرز العقلاء ليتفادوا مثل هذه النار التي تستعر بين هؤلاء الناس وان يجمعوا الاطراف المتباينه على طاوله واحده وان يخرجوا مخاوفهم من تحت الطاوله وان يجعلوها محل نقاش وان يقولوا ما عندهم من مخاوف حقيقيه بشكل واضح نحن مشكلتنا اننا نتوارى وراء اسباب مدعاه ومختلقه ونخفي الاسباب الحقيقيه للخلافات فانت الان قد تجد ناشط يكتب كتابات معينه فاذا جلست معه وناقشته حول اخطائه في هذه الافكار التي يطرحها يقول لك فعلا انا مخطئ لكن الطرف الفلاني يستاهل وينبغي ان يكون كذا وكذا ولذلك لا يقدم الجميع مصلحه هذه المدينه على مصالحهم الشخصيه مصالحهم الذاتيه على مستوى الانا الفرديه وانا الجمعيه التي يمثلها الحزب او الجماعه او الطائفه هذه علتنا اذا جلسنا على طاوله واحده نستطيع ان نصل الى صيغه توافقيه اذا كان ايضا الاخوه في قياده الشرعيه وفي التحالف العربي عاملين على ايضا دعم هذا التوافق وعلى ترتيب هذه الاوراق بطريقه صحيحه سنصل باذن الله سبحانه وتعالى الى صيغه توافقيه نخرج بها من هذه الاشكالات التي بسببها يختلقها البعض ويجعلها حجه لتاخير تحرير المدينه والوصول بها الى حاله الدوله المدنيه المطمئنه وتلبيه تطلعات ابناء هذه المدينه التي ضحت كثيرا وبذل ابناؤها الغالي والرخيص في سبيل قيام الدوله نحن اليوم امام مشروع اغتيال حلم الدوله الذي من اجله قامت ثوره الشباب في 11 فبراير وما زالت احداثها حتى اليوم اشكرك سيد ممدوح عبد الخالق الامام والخطيب كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من تعز في هذه الحلقه من المساء اليمني كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات في ختام الحلقه اشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا واشكركم ايضا تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء اسامه عادل ومنصور النقاش وبقيه الافراد في الطاقم الفني الى اللقاء